بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين، ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة، ترجمة رقم 89. يقول الإمام البخاري: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين مكة والمدينة. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن أبو بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، طريق بين مكة والمدينة، ويحدث أن أبا، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال: وحدثني نافع عن ابن عمر. هذا أي موسى بن عقبة يقول: رأيت سالم قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما، أيضا موسى بن عقبة يقول: وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها. فموسى بن عقبة أتى يعني حديث عن ابن عمر من طريق سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر. قال: وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، شرف المكان المرتفع. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر في حجته، حين حج تحت سمرة، سمرة يعني شجرة يعني ضخمة، قيل شجرة شوك، في موضع المسجد الذي بذي الحليفة اللي هو الآن، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس، يعني جلس الاستراح، ثم يعني هناك حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة، الأكمة المكان المرتفع، وقيل لما يكون مرتفع بصخرة واحدة، يعني صخرة عظيمة يعني مرتفعة فتسمى أكمة، التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطن كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. قال: وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، فقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفيه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، والعرق هو جبل صغير والله أعلم، وذلك ذات العرق اللي هي ميقات يعني أهل العراق يقولون فيها جبل يعني، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتنى ثم مسجد، يعني بني هناك مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس، يعني جلس الاستراحة حتى يصلي بها الصبح، يعني بيت فيها وصلى بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق، وجاء وجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة، والكثيب اللي هو مجتمع الرمل، يعني الرمل إيه؟ كومة رمل يعني. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المكان، وأن الهضبة اللي هي بين الجبل والكثب أو الكثيب، الكثيب يعني الرمل مجتمع، والجبل طبعا بيبقى مرتفع يعني،
والهضبة متوسط يعني مكان مرتفع وليس كثيرا فبين الكثيب والجبل. عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات أو سلامات الطريق بين أولئك السلمات. كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة أجراء شدة الحر فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشين. المسيل هو طريق الجبل، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشي بينه وبين الطريق قريب من غلوة. وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصخروات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوان ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة. وذي طوان طبعا قريب من مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمات غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم يعني هناك، ولكن أسفل من ذلك على أكمات غليظة. كما قلنا مكان مرتفع وقيل على صخرة واحدة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدعو من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. الترجمة رقم 90 يقول الإمام البخاري: باب سترة الإمام سترة من خلفه. فسترة الإمام لو الإمام يعني له سترة يكون هذا سترة لمن خلفه. وفي قالوا أن الإمام نفسه سترة لمن خلفه، فمعنى ذلك أن لو واحد يصلي في الجماعة فأي واحد يمر بين الصف. فعلى القول الأول لو الإمام له سترة يكون هذا سترة لمن خلفه، أو نفس الإمام سترة لمن خلفه، يعني لا يستلزم أن يكون الإمام له يد سترة. ولكن الأحوط كما ترجم الإمام البخاري قال باب سترة الإمام سترة من خلفه. وذكر حديث ابن عباس قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو ابن مسعود، وهذا من فقهاء المدينة السبعة، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، هي أنثى الحمار، وأنا يومئذ نهزت الاحتلام، يعني قرب من الاحتلام من سنة 13 سنة أو 14 سنة، وهذا طبعا قبل الوفاة النبوية بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحق رفيق الأعلى، وابن عباس يعني نهز الاحتلام لأنه ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بعام أو عامين. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فهذا كان في حجة الوداع على الراجح. فمررت فقول إلى غير جدار يعني قد يشير إلى أنه ليس له سترة، أن في جدار أمامه، وقد يكون له سترة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن يصلي إلى غير سترة، بل كانت تحمل عنزة يعني حربة يعني مدببة الطرفين، يعني كانت يعني تغرز يعني بين يديه يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمررت بين يدي بعض الصف، إنه هو مر بين الصفوف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا يدل على المشروعية، لأن أي شيء كان يحدث في زمن الوحي لو سكت عنه فهذا يدل على مشروعيته، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا لتوفر دواعيهم من السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوحي كان لا يقرهم على شيء مخالف. وأيضا بالنسبة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة وهو يعني مستقبل القبلة، فإني أراكم من خلف ظهر، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوجه مستقبل القبلة ويرى من خلفه، فلم ينكر عليه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على الجواز. أبواب سترة المصلي قوله باب سترة الإمام سترة من خلفه أورد فيه ثلاثة أحاديث، الثاني والثالث منها مطابق للترجمة لكون صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته،
مش كل مأموم بيتخذ سترة، ولكن الإمام له سترة فلا يحتاج المأموم إلى سترة، فتكون سترة الإمام سترة المأموم. أما الأول هو حديث ابن عباس في الاستدلال به نظر، لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة، وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة، وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام عن هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير قول الشافعي إن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار، وقال بعض المتأخرين قوله إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه. فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار المألوف غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا، وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة. يعني كأن الإمام البخاري بيقول أنه هو كان يصلي إلى سترة، لأنه قال باب سترة الإمام سترة من خلفه، فيستحيل أن يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى إلى غير سترة لهذه الترجمة التي هي باب سترة الإمام سترة من خلفه، فيكون هذا أمر معروف يعني من هدي صلى الله عليه وسلم، فكون صلى إلى غير جدار ده من كلام ابن عباس، ولكن لو لم يكن هناك جدار فلا بد أنه وضع العنزة أمامه. ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة، وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهو قوله بعد ذكر الحرب وكان يفعل ذلك في السفر، وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلام على فوائد هذا الحديث فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه والله أعلم. قول نهزت الاحتلام أي قاربته، وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في باب تعليم الصبيان من كتاب فضيلة القرآن، وفي باب الاختتان بعد الكبر من كتاب الاستئذان، وتوجيه الجمع بين المختلف يعني من ذلك وبين الراجح من الأقوال ولله الحمد. قوله يصلي بالناس بمنى، كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، وقع عند مسلم رواية ابن عيينة بعرفة. قال نووي يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ. طبعا ابن عيينة إمام الحجاز يعني إمام مكة يعني في زمن كبار أتباع التابعين زمن مالك وسفيان الثوري والأوزاعي، ولكن يعني الثقة لو خلف الثقات أو من هو أوثق منه يكون حديثه شاذا، فقوله بعرفة شاذ. وقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري وذلك في حجة الوداع أو الفتح، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع، الفتح كان في سنة 8، فابن عباس ما كانش ناهز الاحتلام يعني كان سنه يعني حوالي 10 سنين. قول بعض الصف زاد المصنف في الحج من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه يعني ابن شهاب حتى سرد بين يدي بعض الصف الأول انتهى، وهو يعين أحد الاحتمالين الذين ذكرناهما في كتاب العلم. قوله فلم ينكر ذلك عليه أحد، قال ابن دقيق العيد استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادة من الصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قلت وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا، ويستفاد منه أن ترك الإنكار حج على الجواز بشرطه، وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت القلب للاطلاع على الفعل، ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لأننا نقول قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من وراءه كما يرى من أمامه. وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك والله أعلم. يقول واستدل به على مرور الحمار على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وراكبه، قد تقدم أن ذلك لا يضر لكون الإمام سترة لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل. وقد نقل ابن عبد البر حديث ابن عباس، هذا يخص حديث أبي سعيد
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، يعني الإمام والمنفرد يحتاجان إلى سترة، أما الجماعة فالمأموم لا يحتاج إلى سترة، فالمر بين يديه المأموم لا يضر، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، لحديث ابن عباس هذا. قال وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام. يقول وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، اللي هي سترة الإمام يعني، أو أن الإمام هو نفس السترة، أن المأمومين يصلون إلى سترة، يحتاجون يعني إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه. قال وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن حكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في السفر وبين يديه سترة، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة، وفي رواية له أنه قال لهم إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم، فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق. يعني هو بينزع في الاتفاق، ولكن يعني حتى لو لم يتفق على ذلك فهذا قول الأكثر يعني، والموافق للأدلة. ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا سترة الإمام سترة لمن خلفه. فالإمام البخاري أحيانا يأتي الحديث يعني ليست على شرطه ولكنها مرضية عنده أو كأنها حكم شرعي فيترجم بها، كما قال باب لا نكاح إلا بولي، فكلمة لا نكاح إلا بولي حديث يعني هو ليس على شرط البخاري ولكنه مقبول عنده وذلك جعله ترجمة. فهنا أيضا سترة الإمام سترة الإمام خلفه يعني حديث رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا سترة الإمام سترة الإمام خلفه، وقال تفرد به سويد بن عاصم انتهى، وسويد ضعيف عنده. ووردت أيضا من حديث موقوف عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاته معا، وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته لأنه لا تكون له سترة، ولكن هو نفسه سترة المأمومين. يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم، وقد تقدمت مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.